Lawyers .org. بيان المشترك سيد الرئيس لأول مرة سمعت أبي يتلفظ بالعناة عندما تم اجتياح العراق في مارس اذار 2003 مدت 20 سنة على ذاك اليوم مدت 20 سنة على ما سمي بالفزع والصدمة وهذا الاجتياح كان غير قانونيا دول اذا قد استخدمت القوة بشكل غير قانوني وهزت القانون الدولي وحاولت ان تقدم مبررات واهية واستخدمت مجموعة البطاقات وذلك لتقفي آثار بعض المطلوبين دون مساءلة. إذا دول مثل العراق اجتيحت والدول التي اجتاحتها ما زالت في هذا المجلس وتتحكم في الأراضي الأجنبية وتستغل موارد هذه الدول. بالنسبة للعراق تبعات الاجتياح القانونية تسببت في أكثر من مليون ضحية والآثار الكارثية فتئنا نلمسها حتى الآن. آلاف الأشخاص الفرار والترحيل ولم يعودوا إلى ديارهم ومواقع الحال أنه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذه الحرب لم تترك أثرا لها من لم يتم مقاضاة أحد ولم يتم إذا التصدي لأي ضالع في هذه الأعمال وعليهم نحن نبدأ ونحتف نخلد ذكرى هذا الاجتياح ونبين بأن الأثار ما زالت عميقة و